يعني من الأصول، أصول الدين وأصول الإسلام وأصول السنة التي يجب أن يؤمن بها العبد، أن يؤمن بخروج المسيح الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، ومن مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. وسمي ومن كفر وكذب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بخروج الدجال فهو كافر، من كذب بهذا الأصل فهو كافر، من أنكر خروج الدجال فهو كافر، لأنه مكذب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المسيح الدجال سمي بالمسيح قيل لسببين: السبب الأول لأنه يمسح الأرض، يعني يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فلذلك سمي بالمسيح. والسبب الثاني سمي بالمسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فلأن عينه ممسوحة سمي بالمسيح. والدجال الدجل من الكذب، الدجل من الكذب، فهو الأعور الكذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا سمي بالمسيح الدجال. والمسيح الدجال سيخرج كعلامة من علامات الساعة الكبرى، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة قد بلغت حد التواتر. أحاديث خروج الدجال هي أحاديث متواترة، لأن أهل البدع الليلة بينكروا، أو كثير من أهل البدع بينكروا خروج المسيح الدجال، كالخوارج والمعتزلة والروافض. عشان كده بتلقى الليلة الشعبيين بينكروا خروج المسيح الدجال، عفوا كالمعتزلة هم الذين ينكرون خروج الدجال، المعتزلة هم الذين ينكرون خروج الدجال، والآن أتباعهم من الشعبيين ينكرون خروج الدجال، وكذلك حزب التحرير ينكرون خروج الدجال. وقالوا حجتهم في هذا، قالوا إن الأحاديث التي في ذلك أحاديث أحاد، كذبوا. أحاديث خروج الدجال هي أحاديث متواترة. كأحاديث نزول المسيح عيسى بن مريم أيضا متواترة، لكن حديث الآحاد يستدل به في العقيدة وفي كل أمر من أمور العبادات، حتى حديث الآحاد. لكن احنا بنقول لهم انتم كذبتوا، أحاديث خروج الدجال هي متواترة وليس آحاد، ولو كانت آحاد لأخذنا بها في العقيدة وفي غير العقيدة، لأنهم هم يقولوا أحاديث الآحاد لا تقبل في العقيدة، وهذا الكلام لا دليل عليه، بل جميع الأدلة من الكتاب والسنة تخالف هذا الباطل. ومن أوضحها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وهو كم؟ واحد. فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله،
فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء إلى آخره. فهو واحد، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد والعقيدة، وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وبعثه بالصلاة وبالزكاة. طيب، وهو واحد، فكيف هم ما يقبلوا خبر الواحد؟ طيب، كذلك نؤمن بأن المسيح الدجال يدخل جميع ويطوف جميع الأرض إلا مكة وطيبة اللي هي المدينة، كما جاء في النص النبوي. وكذلك المسيح الدجال هو من بني الإنسان، هو بشر ولكنه ضخم الجثة، جعد الرأس، حتى قال الراوي لم أرى إنسانا أعظم منه خلقا، أو كما قال، يعني جسمه كبير جدا، وعين اليمنى ممسوحة، وجاء في بعض الروايات أنه أعور العين اليسرى، وفي بعض الروايات أعور العين اليمنى. فقال اليمنى هي عوراء وممسوحة، واليسرى عوراء لكن فيها بصير، شنو يعني بصر أو نور، يعني فيها فتحة شوية. وأيضا من عجائبه أنه يأتي بجنة ونار، أو بنهر من نار ونهر من جنة، فناره هي الجنة وجنته هي النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدركه أحدكم وجاء وقال لك أدخل في النار بتاعتي، قال فلتغمض عينيك وتدخل فيها فإنها الجنة. غمض عينك وخش طوالي في النار حقته، ما تخش في الجنة حقته، وهذا ابتلاء وفتنة. ويتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، ويخرج من مدينة خراسان، ده كل جهة إيران شغله أو ما حوله، ويتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالصة، كساء كده بيلبسوه علماء اليهود، حاجة واسعة كده، 70,000 من يهود أصبهان يتبعوه المسيح الدجال، ويقول للأرض أخرجي كنوزك، فتخرج الأرض كنوزها فتتبعه كيعاسيب النحل. واليعسوب هو الذكر بتاع النحل، زي ما بتهاجم الزول وتجري وراه، كذلك الكنوز تحت الأرض، الذهب والفضة إلى آخره، كلها يقول لها اطلع من تحت الأرض، تطلع وتطير ورا المسيح الدجال، تكون ماشية وراه، كنوز الأرض كلها. ويقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت. هذا ممكن يتابعه كم صوفي ها؟ ولا لا ما بأي حاجة، حسب اليوتيوب جايبين الصوفية، طبعا الصوفية اللي ما دي نار بردت شوية، وبيقوا كثير من الناس ما شغالين بيهم، فقالوا اعمل لهم وهمة جديدة، جايب لهم عن قريب فيه حاجة ملفوفة، ما معروف شوال تيبين، المهم حاجة ملفوفة، ولا فتحوا ذاته، قالوا ده الشيخ منو كده محمد زين ولا شنو، قالوا بعد 54 سنة فتحوا قبره، قال لي زي ما هو، قال زي ما هو، قال زي ما مات أول يوم، ما تغير فيه ايش، وما ما في شيء، تبي تشوف شيء ملفوف بس، واحدين بيبكوا، صوفيا محتالين طبعا، ما في اي حاجه خلاص، والبتاع ده ما فاضي ما في ايش، يبكوا كده يجيب لك زول يفتحوا يدب الكاميرا، هذا ما بتجيب زول ده جوا الميت ده، عرفت؟ فده كله كذب يا اخي، وده كله ربط للناس بالخرافه وبالدجل. بالله عليك الله، ديل ناس وسخانين ساكت، وناس اغلبهم كذابين، بل كلهم كذابين، فكيف لو راوا المسيح الدجال؟ يقول للسماء امطري، نزل المطر عديل كده، والارض انبتي، والكنوز تحت الارض، الحكومات ذاتها ما قدرت تطلع باقيه، المسيح الدجال يقول اطلعي، تطلع كلها كلها تطلع،
ده فتنة ولا ما فتنة؟ قال ويأتي بالرجل فيقول أو ما تؤمن بي؟ يقول لا. فيقول له أين قبر أبيك؟ يقول له ده. فيقول لأبيه قم من القبر، يقوم بالججد. وأيضا حكى النبي عليه الصلاة والسلام أن شابا وهو أعظم الشهداء يأتي إلى الدجال فيقول أو ما تؤمن بي؟ فيقول لا. فيشقه جزلتين، يشق نصفين، يقع نص كده ونص كده، ويمشي الدجال بينهما، تأكيد إنه شنو؟ إنه تقطع اثنين من فوق لتحت، ويمشي بيناتهم ويراجع ويقول له قم، فيقوم ثاني زي ما كان يبقى حي. الصوفية لو شافوا ده يقولوا شنو؟ طيب قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ يقول لا. أنت الأعور الكذاب الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيأخذ السيف ليذبحه، فيجعل الله رقبته نحاسا أو كما قال، ويضرب السيف ما يقدر يذبحه. قال فيأخذ من قدميه ورجليه فيلقي به في النار، وإنما دخل الجنة. الشاب ده هو ده أعظم الشهداء. طيب فمن الأساليب القوية جدا اللي بتقدم بها الدعوة والتوحيد تحارب بها الشرك، تكلم عن قصة المسيح الدجال. حتى لو في مسجد فيه صوفية تكلم عن قصة المسيح الدجال. والنفوس دائما بتحب شنو يا جماعة؟ القصص. تلقاهم فاتحين خشمهم لكن تضبطها تمام وتنجضها تمام، بعد ذاك توريهم الحاجات اللي بيعملها الدجال دي، قول لهم بعد ده كافر. إذا ما كل إنسان بيعمل خوارق عادات، طلع شنبه من القبر ويقول لك طلع موية وطار وركة، معناته ولي. دي حجة ولا ما حجة؟ هاي حجة تشتغل، تنوع أساليبك دائما في الدعوة. طيب مكتوب بين عينيه كاف فراء في رواية، وفي رواية كافر، يقرأه كل عبد مؤمن كاتب أو غير كاتب. يعني أمي ولا بيعرف يكتب ويقرأ؟ حتى لو ما بيعرف يكتب ويقرأ أمي برضو إذا مؤمن بيقرأ شنو؟ كافر دي. لكن مشايخ الضلال الليلة من الطرق الصوفية والأخوان المسلمين والسرورية وغيرهم، ديل مضلين للبشر أضل من المسيح الدجال بالمناسبة. والنبي قال كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، أو أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث علماء الضلال، لأنه قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أشد من خوف علينا من شنو؟ من المسيح الدجال. لأن المسيح الدجال قال لك مكتوب هنا شنو؟ كافر، أي مؤمن بيقراه. لكن الليلة شيخ دجال مجرم يتكلم بالكتاب والسنة ويلوي أعناق النصوص ويؤصل الشرك والكفر بالله والبدع ويحارب السنة والتوحيد، ما مكتوب بين عينه وكافر. فقد يخدع كثير من المؤمنين، كاتب ولا غير كاتب يخدعك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ديل أنا بخاف على أمتي منهم أكثر من خوفي على أمتي من المسيح الدجال ذاته. شوف مع إنه معاه جنة ومعاه نار ومعاه يقول للسماء أمطري والأرض أنبتي، ده كله قال لك علماء الضلال ديل أشد فتكا بالأمة وإضلالا للأمة من المسيح الدجال. مع إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. إلا شنو؟ إلا علماء الضلال. يبقى يا جماعة حرب هؤلاء واجبة، من أوجب الواجبات تحارب علماء الضلال ذيل. عشان كده عمر بن الخطاب قال لزياد بن حدير أتدري ما يهدم الإسلام يا زياد؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الحاكم الجائر. ده بيهدم الإسلام في قلوب الناس، وده الحاصل الليلة يا جماعة. الضلل الأمة دي شنو؟ الضلل الناس شنو؟ هم علماء الضلال إلا من رحم الله من هذه الأمة، وهم علماء السوء هم ضللوا الناس. وعشان تقنع الناس إنه كلام البرع ده باطل، ولا قالوا لي انت شنو ليه ذات؟
دب عرش للناس، دب يأكل الناس كيسرة، دب يفتح الخلاوي، بيبني المساجد، موضوع طويل انت عشان تقدر تقنع الناس. الترابي، البرعي، القرضاوي، الشعراوي، الغيره، عشان تقنع الناس انه ذل دجاج الى مجرمين، ده موضوع طويل بالمناسبة. ولولا هؤلاء لكان الطريق قصيرا لهداية الناس. ده البعض الطريق بقوا بعيد بالمناسبة، لأنه قدر ما تقول ولا انت شنو ذاك الشغل فلان بيعود التلفزيون يا زول، والله شفت بعيني يقول لك في التلفزيون، يعني عندهم التلفزيون ده الدين ذاته. فدي دي مشكلة والله. واصل. ومن الأشياء التي يتقي بها الإنسان الدجال الدعاء، ومنه الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد الأخير من كل صلاة وقبل السلام، بعد التشهد الأخير وقبل السلام، الله كما جاء في الصحيح صحيح مسلم، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكذلك حفظ وفهم، حفظ مع فهم العشر آيات الأوائل من سورة الكهف، أو العشر آيات الأواخر أيضا من سورة الكهف، كما جاء في النص قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ العشر آيات الأوائل من الدجال من سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: العشر الأواخر من الكهف، يعني بقى إما العشر الأوائل وإما العشر الأواخر، الاثنين جابهم النص، سواء كان حفظت العشر الأوائل من سورة الكهف أو العشر آيات الأواخر من سورة الكهف، دي عصمة من شنو يا جماعة؟ الدجال. لكن العلماء قالوا ما مجرد الحفظ بس، الحفظ مع التدبر في هذه الآيات، لأن فيها عظة وعبرة وإيمان وعلم يتقي به الإنسان من الدجال. كده كم؟ شيئين، حاجتين الإنسان يتقي بهم من الدجال: الدعاء، ومنه هذا الذكر الذي يقال في التشهد بعد التشهد الأخير من كل صلاة وقبل السلام، ومنه أيضا العشر آيات الأوائل والعشر آيات الأواخر من سورة الكهف. ثالثا مما يتقى به من الدجال: البعد عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. سمعت به جش قلاب طوالي تفوت وين بحري، ما تقول لا لا انا بمشي والله واجرب وكذا. قال: فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه على خير أو قال على هدى، فيفتنه لما يلقي عليه من الشبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وده فيه فوائد. الفائدة الأولى إنه لو سمعت بالدجال في أي حتة شنو؟ تبقى مارك طوالي، لأنه بيفتنك حتى لو أنت جايب نفسك عندك دين وعلم. واحد. اثنين: البعد من الشبهات ومن أهل الشبهات وعلماء الضلال أو أماكن الشبهات، بالذات مع الفيسبوك والواتساب والحاجات دي. ما تمشي تخش لك في مجموعة كلها شبهات بتاع الشيعة ورافضة، أو مجموعة كلها شبهات بتاعة أهل ضلال أيا كانوا، تركب لك شبهة بعدين تقول مرقوها مني. أنت مشيت ليه أصلا؟ خشيت ليه مع النازل؟ واشتركت معهم أساسا ليه أساسا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلين عنه. والله الشبهة أخطر من الشهوة وأخطر من كل شيء. ويقال إنها سميت شبهة لأنها تشبه الحقيقة، هذا موضوع خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. في ناس كثيرة الليلة حتى من شبابنا بعضهم، الواحد مع وسائل التواصل لي يخش طوال يقول لك: انا والله دخلت اناقش النصارى ديل، ودخلت اناقش اليهود، ودخلت اناقش الشيعة، وهو تلقى جاهل ما عنده حاجة، بيركبوا لك شبهات في راسك. في قصة بتاعت واحدة بيحكيها لي واحد، قال هي بنت اخته، هو بيحكيها لي خالدة،
قال لي دي جات من السعودية وحافظة 20 جزء من القرآن ولا كم، وقال دارت اناقش الملاح ده بالنت، خشت معاهم في مواقعهم. في البداية قالت اهتدوا، هو بيقول لي قالت اهتدوا على يدينا كم واحد كده، بعد شوية بقت كافرة، إذا بقت ملحدة عديل كده. فالإنسان ما أنت ما عندك سلاح، ما ممكن تخش المعركة، ما عندك سلاح أصلا، لا يمكن، أنت ما عندك سلاح شايله ودار تخش المعركة. أيوة مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء، والصحيح أن الله رفعه حيا لقوله تعالى وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. أما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فالوفاة هنا في قوله متوفيك ليس معناها الموت، وإنما معناها النوم، لأن في لغة القرآن التي نزل بها تأتي كلمة الوفاء بمعنى النوم، كقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، كلكم ربنا يتوفاكم بالليل، يعني شنو؟ ينومكم يعني، ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، ودي الوفاة بتاعت الموت، والتي لم تمت في منامها، يعني ما ماتت بتوفاها وين؟ في منامها. طيب، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالوفاة تأتي في القرآن بمعنى شنو يا جماعة؟ بمعنى النوم. فقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني منيمك، جمعا بين الآيات، لأن ربنا قال وما قتلوه يقينا، وقال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إذا ما ماتوا. إذا معنى الوفاة هي شنو؟ النوم، بالذات لأن كلمة الوفاة تأتي في القرآن بالنوم. ودرت على شبهة كبرى بيجيبوها الشعبيين، أفراخ المعتزلة اليوم بيجيبوا الكلام ده، وأنا ما أعرف بيستفيدوا شنو. يعني واحد لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال عيسى ابن مريم نازل من السماء في آخر الزمان، لما واحد يجي ينكر الكلام ده يقول لا لا ما نازل، الفائدة اللي بيجيبوا شنو؟ في فائدة يعني؟ والله نازل ناس غريبين خلاص. لما ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، ياتي الصبي يقولوا لا 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 ما استوى، بيستفيدوا شنو؟ الواحد لما ينكر كلام الله او ينكر كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، انا قاعد بفكر الناس الفائده اللي بتجيهم شنو؟ يعني تشوف انهم ناس وهم وناس مرض بس، ويحاربك ويجادلك ويناظرك وممكن يضاربك بنيه كمان في الموضوع ده. يا الله قال الرحمن على العرش استولى، يقول لك لا لا استولى. طيب ربنا ما كان يقول الرحمن على العرش استولى؟ قال استوى. انت اعلم من الله؟ قل أأنتم اعلم ام الله؟ طيب، فينزل في اخر الزمان في وقت خروج المسيح الدجال، ينزل عيسى، ينزل في أرض من الشام فيقتل المسيح الدجال بباب لد، باب لد منطقة لد، فيقتله في باب لد، ويقتله. أول ما يجي عيسى بن مريم على المسيح الدجال، المسيح الدجال يشوفه قال فيذوب كما يذوب الملح، وبعد عيسى بن مريم يضربه بالسيف فيقتله، ثم يذهب إلى الكعبة عيسى بن مريم، ويجد المسلمين قد اصطفوا في مكة دارين يصلوا، ويخرج المهدي فيقدم عيسى بالصلاة، فيقدمه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام،
دي كلها نؤمن بها إيمانا يقينيا كاملا ولا نشك في ذلك، لأنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بيحكم بشنو؟ بالإنجيل. ولذلك قال: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، أو قال وأمكم منكم كما في البخاري. قال الراوي ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ قلت: لا. قال: أمكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم. ودي فيها رد على الشبهة الثانية اللي بيجيوها برضو الشعبين، يقول لك يا أخي كيف عيسى ده نبي، كيف يجي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ عيسى بن مريم جاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما جاء كنبي برسالة شنو؟ جديدة، وإنما جاء متمما لرسالة من؟ ناشرا عفوا جاء ناشرا وليس متمما، ناشرا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وداعيا إليها بنص هذه الرواية: وأمكم منكم، يعني بكتاب ربكم وبسنة نبيكم، يعني بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما بيجي نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى شريعة جديدة، وإنما يأتي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يأتي ناشرا لها وداعيا إليها عليهم جميعا الصلاة والسلام. من الأدلة على نزول المسيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فنؤمن بهذه النصوص الصحيحة الصريحة في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيوة. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. ما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد حديث البخاري المشهور عندكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون، الصحيح بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث جمع وبين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. مين من رجلين الحاجات الثلاثة دي من الحديث؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد. أيوة. القول في لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قال القول في قوله، في قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله. أيوة. والعمل في، العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيوة. والحياء شعبة من الإيمان، ده اعتقاد القلب، يعني من أعمال القلب. طيب، قال يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما هو الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ أيوة. قال: من رأى منكم منكرا قال فليغير بيده، وإن لم يستطع فبقلبه، وإن لم يستطع فبلسانه. طيب، ده من الأدلة.
وذلك أضعف الإيمان. ده دليل على أنه الإيمان في قال أضعف على وزن أفعل، معناته في شنو؟ في أعلى وفي أقوى وفي أكمل. طيب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب نعم الحديث نفسه أعلاها وشنو وأدناها، معناته الإيمان فيه أعلى وفيه شنو أحسنت. ده حديث قوي، ده دليل قوي في المسألة. أيوة نعم ناقصة عقل ودين، والأدلة كثيرة جدا. أيوة نعم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وقال العلماء ما قبل الزيادة يقبل شنو النقصان، لأنه قبل ما يزيد كان شنو كان ناقص بطبيعة الحال. يعني ده ما أوضح. طيب المهم الأدلة كثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه. الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ثابت. عفواً المرجئة قالوا الإيمان لا يزيد ولا شنو ولا ينقص، لأن عندهم المرجئة من سب الدين ومزق المصحف وقتل الأنبياء وفعل وزنى وسرق إيمانه كإيمان جبريل والمرسلين والملائكة والأنبياء، ده المرجئة. ولذلك قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا ينفع مع الكفر طاعة صحيحة، لكن لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا هو الباطل وهذا هو منهج المرجئة. نقل الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن السلف الصالح أنهم قالوا من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره على نيته وسره. السرورية الليلة بيقولوا لأهل السنة أنتم شنو؟ مرجع. ليه؟ يقولوا عشان ما بتكفروا الحكام، حكام المسلمين. ده ما الإرجاء. أنا لو كفرت المسلم كان حاكم ولا محكوم ده أنا من الخوارج، ده أول شيء. ده واحد. الإرجاء شنو؟ الإرجاء يبرأ منه الإنسان إذا قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. قال فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره وعلى نيته وسره. نعم. ومن ترك الصلاة لا نقف لحدين هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.